ونبدأ نهارك عالمي بفوز منتخب إسبانيا ضد سويسرا بنتيجة 3-2 في المباراة اللي أقيمت ضمن منافسات الجولة السادسة والختامية من منافسات دور المجموعات في بطولة دوري الأمم الأوروبية للموسم الحالي. المباراة الحقيقة كانت سجال، والنتيجة فضلت بتشير للتعادل لغاية الدقيقة 93، واللي قدر ساعتها منتخب إسبانيا إنه يحسم اللقاء ويسجل هدف من ضربة جزاء علشان ينهي بيه المباراة لصالحه. طبعا إسبانيا كده كده كانت ضامنة التأهل من دور المجموعات من الجولة الماضية، ولكن ده هو الفوز الخامس على التوالي اللي بتحققه إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية بعد التعادل أكيد في الجولة الأولى أمام صربيا، قدرت إن هي تحقق بعدها 5 انتصارات على التوالي. أكن إسبانيا عندها رقم مميز جدا تحت قيادة المدرب لويس دي لافوانتي، وهي عدم الخسارة. آخر 16 مباراة فازوا ب 14 مباراة وتعادلوا في 2، وده رقم هو الأفضل لأي مدرب مع إسبانيا من 2018. بيحتل المنتخب الإسباني صدارة المجموعة الخامسة برصيد 16 نقطة، في المركز الثاني الدنمارك برصيد 8 نقاط، المركز الثالث صربيا بنتيجة 6 نقاط، المركز الرابع والأخير سويسرا بنتيجة نقطتين. كده إسبانيا بتتأهل لربع النهائي، وكذلك الدنمارك بتضمن التأهل. صربيا هتلعب ملحق الصعود طبعا، ويكون عندها فرصة تانية أن هي تصعد، ولكن سويسرا بتهبط للمستوى الثاني. تعادل منتخب البرتغال مع كرواتيا بنتيجة 1-1 في مباراة أقيمت في ختام الجولة السادسة من المجموعة الأولى في دوري الأمم الأوروبية. البرتغال وكرواتيا خرجوا حبايب وصعدوا سوا لربع نهائي دوري الأمم الأوروبية بعد طبعا ما تصدرت البرتغال المجموعة وكرواتيا أصبحت في المركز الثاني. المباراة شهدت غياب طبعا لأكثر من عنصر أساسي للبرتغال وإراحتهم، وطبعا كان على رأسهم الدون رونالدو. سجل أهداف المباراة جواو فيليكس 33 في الدقيقة 33 للبرتغال، وجافارديول في الدقيقة 65 لكرواتيا. كرواتيا الحقيقة كانت قريبة جدا من تحقيق الفوز في الدقائق الأخيرة، ولكنها أهدرت فرصة غريبة جدا والقائم تصدى للفرصة دي. الناحية الثانية في نفس المجموعة اسكتلندا فازت على بولندا بنتيجة 2-1، والفوز ده كان هيأهل اسكتلندا فقط في حالة لو كانت طبعا البرتغال فازت على كرواتيا، لكنهم زي ما قلنا خرجوا حبايب وخرجوا الاثنين متأهلين. وبكده أصبح ترتيب المجموعة الأولى البرتغال في المركز الأول ب 14 نقطة، كرواتيا في المركز الثاني ب 8 نقاط، اسكتلندا في المركز الثالث ب 7 نقاط، وبولندا في المركز الرابع ب 4 نقاط. وبيتأهل البرتغال وكرواتيا لربع النهائي، واسكتلندا هتلعب الملحق أمام طبعا هتلعب الملحق، لكن بولندا هتهبط للمستوى الثاني.